دعا فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي، دعا للمحافظة على النظافة العامة والخاصة للحد من تفشي فيروس كورونا. وأشار القطان خلال خطبة الجمعة إلى أهمية الصحة التي تعتبر العمود الأساسي لاستمرار قيام الشعوب والحضارات. أن الصحة فتيل نشاط الإنسان ومنبع قوته، بل هي قوام الحياة. ولا تقوم حضارات الأرض إن كانت شعوبها على علل، ولا تستقيم نعم الدنيا مع مرض مقعد أو وباء قاتل. ولذا وهب لها الإسلام اهتمامه ومنحها رعايته، فجعل من ضرورات الدين المحافظة على النفس البشرية، وشرع من التشريعات المتعلقة بحرمتها وصيانتها ما يضمن لها البقاء، ليحافظ على قوتها وفتوتها، ويبعدها عن كل ما من شأنه الإضرار بها أو التعدي عليها. ومن أهم القواعد المتعلقة بذلك المحافظة على النظافة العامة والخاصة، والتزام القواعد الصحية السليمة، فالمتطهرون أحباب الرحمن. كما أكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفاتح أن الإرشادات النبوية تحث المسلم على الطهارة وتحصين النفس من الأمراض والوقاية منها، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا. من يتتبع الإرشادات النبوية يجدها واضحة جلية في الوقاية والتحصين من الأمراض، فقد جاء الأمر بعزل المريض عن الأصحاء عند انتشار الوباء. يقول صلى الله عليه وسلم في الطاعون: فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع في أرض فلا تخرجوا فرارا منه. والحديث يقرر ما يسمى الآن بالحجر الصحي أو العزل المنزلي عند انتشار الوباء.